لطالما كانت كرة القدم ببلدية الحمادنة هي الرياضة الوحيدة التي تستقطب الكثير من المتتبعين والممارسين كذلك، لكن لم يعد الأمر كذلك بعد استحداث عدة فروع رياضية جديدة على غرار كرة اليد، كرة الطائرة، وكرة السلة، وفروع أخرى ستسمح لمحبي هذه الرياضات بإيجاد الفضاء المناسب لممارستها، لا سيما بعد توفر القاعة المتعددة الرياضات الموجودة بمحاذاة الملعب البلدي. هذا ما يذهب إليه رئيس الجمعية الرياضية لبلدية الحمادنة سيد محمد شارف. بمناسبة افتتاح القاعة الرياضية والملعب يعني عاودنا تلمينا قاعد أسسنا الجمعية خممنا باش نديرو الفروع وصبنا الناس الإطارات اللي تكونوا في الجامعة واللي كان عندهم إرادة واللي تربوا في السبور يعني قاع راهم متطوعين ومستعدين باش يديروا الفروع يعني بما فيها قاع الفئات بحكم أننا نحوسوا نديروا مدارس ماشي نلعبوا يعني من أجل اللعب ويحوسوا إن شاء الله يخلطوا في الرابطة ويشاركوا قاع في المنافسات. هيا يا شباب فرحونا فوق الميدان كونوا رجال وبشجعان. كرة الطائرة إحدى الرياضات التي أضحى يولا لها الأهمية البالغة من لدن بعض الرياضيين بالبلدية، لا سيما بعدما أن وجدت أهل الاختصاص الذين آثروا تطوير هذه الرياضة، يقول رئيس فرع كرة الطائرة السيد حميد دهرار. حاولوا اننا نبداو بطبيعه بالبراعم بنجامه مينيم ليكادي في هذا اليوم كنا دايرين مقابلات بمكمل الجميع اللي راه حاضر شاف المستوى تاع التلاميذ اللي راه معنا باش نعاودوا نديروا لا رولاف صدقني بدو بسيط قبل الفرع الاداري ان شاء الله مع الزملاء سواء اللي كان في تخصص ولا خارج تخصص نديروا اللي يفيد ان شاء الله ونديروا الشيء يساعد يرفع من المستوى تاع بلدية الحمادنة. كرة اليد هي الأخرى تدعمت بذوي الخبرة الذين يبحثون عن نقل خبرة الميادين إلى الفئات الشابة ومن ثم التأسيس لرياضة كرة اليد ببلدية الحمادنة مثل ما يأتي على لسان حمزة جبلله نائب رئيس فرع كرة اليد. فكرنا بأن نأسس فرع تاع كرة اليد وننجو هذا الشباب سنا في الفئات إن شاء الله بنبداو بالبنجام وكوسا هادو اللي غادي نقدروا عليهم ومن بعد بالسياسة إن شاء الله نزيدو مينيم كادي بدينا التحضيرات بدنا رانا هو اللي راه يلعب في جديو راني نلعب أنا فاني نلعب في جديو إن شاء الله نحتكوا ونشوفوا المستوى ونطبقوا هذا بالرحمن إن شاء الله. ذات الأمر ينطبق على كرة السلة التي وجدت الموهبة وتبقى في حاجة إلى صقل ودعم ليس إلا، يقول السيد فتحي منصور رئيس فرع كرة السلة. كيف الحقيقة الشباب راه مهتم باللعبة وراه عندهم جدية في العمل على الأقل تكوين بعض الشباب أو الأطفال الصغار لتدرب على أبجدية كرة السلة. في الحقيقة كان فريق نشط ونشيط جدا ولكن خارج القاعات الآن بحكم توفر القاعة نحاولوا العمل في إطار منهج إداري. وإلى جانب ما سبق سيتم استحداث فرع ألعاب القوى بتخصصات مختلفة والمحصلة أن تأسيس هذه الفروع لقي استحسان الشباب بالبلدية. الأولى نشكر السلطات اللي وفرت لنا هذا القاعة كنا نلعبوا برا ماذا بينا نشاركوا في المنافسات باش نوصلوا بعيد حنا كنا نلعبوا الفوت بعد من انكاجوا الفولي والهول كل واحد من أسس هذه حاجة مليحة كما أنا نلعب كرة طائرة كاين زملائي يلعبوا كرة اليد وهذه القاعة وفرت لنا كل شيء اللي يبغي يمارس الرياضة مرحبا به. بطموح الشباب وهمة الرجال بدأت الاستعدادات والتحضيرات البدنية والتقنية في شتى الرياضات، يحدث هذا في انتظار الانضمام الرسمي إلى المنافسة الموسم المقبل حسب ما أبداه المتحدثون الذين يعتبرون توفر القاعة بارقة أمل لبعث الرياضة من جديد في بلدية الحمادنة. اكتبوا تاريخ بلادي تاريخ كل نادي الكرة في الميدان رجال سيادي اكتبوا تاريخ بلادي تاريخ كل نادي الكرة في الميدان. نجا
الجزائر عندها رجال تحتوي الاستعمار تحبلو طندار الموحل نسترهم بالنار تاريخ الكورة ما سنرحم عن الأبرار يبقى للأجيال مثل مدام طال العمر ايه رجال سيادي كتبوا تاريخ بلادي تاريخ كل نادي الكرة في الميدان رجال سيادي كتبوا تاريخ بلادي تاريخ كل نادي الكرة في الميدان ايه